بيلعب بره الملعب القنية. هذا هو الحارس كابتن وقائد فريق كرتوني أليكس كورداتس. عالية الراسية والتعادل. جول 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 جول. التعادل التعادل التعادل. الكبير عاد، الرهيب عاد. السيميلا بوشادينا يسجل هدف التعادل في الدقيقة 50 من عمر اللقاء. الارتقاء والراسية والإصرار والعزيمة والروح العالية بالنسبة لفريق السيميلا مع الدش قوي جدا من مونتيلا ومن جماهير السيميلا. هذه التعدي بطبع موجودة على طول بقدمين بقدم النبي الخطير الهداف يا ناس، القناص يا ناس. الراسية موجودة على طول بقدم اللاعب كريستنس زباطا.